إذا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شفتي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. جريمة بشعة تهز منطقة مديونة أو الإقليم مديونة، يعني شخص صفها الزوجة ديالو هنا في هذا الإقليم اللي هو إقليم مديونة، يعني كيف ما كتبوا معنا عنصاصر الدرك الملكي في دوريات هنايا بعد ما توفات السيدة. يعني السيدة توفات في السبيطار، يعني عناصر الدرك الملكي يعني في هذه اللحظات يقوموا بالبحث على المجرم، يعني بعد ما صفها الزوجة ديالو، يعني مجرم صفها الزوجة ديالو بطريقة جد بشعة، يعني بقى كيشلخ فيها حتى توفات. دوا السبيطار في حالة خطيرة، من بعد ذلك توفات في المستعجلات. فإن لله وإنا إليه راجعون. شنو السبب اللي غيكون وراء تصفية ديال الزوجة ديالو؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الحي، هذا هو الحي فين توفات السيدة، هذا هو الحي فين كانوا ساكنين. والغريب في الأمر أن هذا المجرم هذا يعني مازال هربان، والدرك الملكي مازال كيقلبوا عليه الحدود الساعة. يعني هذا المجرم هذا يعني مازال هربان، وعناصر الدرك الملكي مازال كيقلبوا عليه لحدود الساعة. يعني هذا هو المنطقة فين وقعت الجريمة بإقليم مديونة، مدينة الدار البيضاء. إن لله وإن إليه راجعون. الله يحضر السلامة والله يحفظ الباس. يعني صفها الزوجة ديالو وقتلها بطريقة جد بشعة، يعني كيف مشوا معنا عناصر الدرك الملكي أثناء الدوريات ديالهم هنايا في هاد المنطقة وفي هاد الحي، كيبحثوا على الزوج المجرم اللي قتل الزوجة ديالو بطريقة جد بشعة هنا في إقليم مديونة، مدينة نواحي مدينة الدار البيضاء. يعني قتل الزوجه ديالو بلا رحمه بلا شفقه، بقوة الضرب بقى كيضربها، جات سيارة اسعاف نقلاتها، من بعد ذلك توفات في المستعجلات. فان لله وان اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ. يعني السيده يلاه توفات، يعني مازال الناس ديال الحي يعني اغلبيتهم مازال ما عرفوهاش انها توفات. يعني هذا هو الحي ديال هاد المجرم وديال هاد الزوجه ديالو، الله يوليها برحمه الله، هنا في كانوا ساكنين. كيف ما تبعتوا معنا عناصر الدرك الملكي كيقوموا بدوريات من اجل اعتقال هاد الزوج المجرم اللي قتل الزوجه ديالو. فعلا خويا هادشي غير دابا، حنا مباشره معكم، هادشي غير دابا، يعني دابا 85 دقيق، هادشي مباشره من اقليم مديونه نواحي مدينه الدار البيضاء. يعني واحد المجرم صفها للزوجه ديالو بطريقه جد بشعه، بقى كيعطيها الضرب والجرح المفضي للموت، بقى كيعطيها العصا، من بعد ذلك نقلتها سياره اسعاف للمستعجلات وتوفات تما. فالله يوليها برحمه الله، ان لله وان اليه راجعون. شي غير دابا خويا مباشره، يعني كيف مشوا معنا عناصر الدرك الملكي كيقوموا بدوريات من اجل اعتقال هذا المجرم. يعني مازال هربان المجرم، باقي هربان. يعني الزوج المجرم راه مازال هربان، السيدة يلاه توفات في المستعجلات. فالله يواليها برحمة الله، وإن لله وإن إليه راجعون. يعني هذا هو الحي اللي كانوا ساكنين، هذا هو الحي اللي كانوا ساكنين. يعني شنو غيخليه يرتكب الجرم؟ شنو غيخليه يعني في ثالث ايام العيد او في ثاني ايام العيد كيقوم تصفية ديال الزوجة ديالو؟ فلا اله الا الله محمد رسول الله، وان لله وان اليه راجعون. ما بقى ما يعجب صراحة، ما بقى ما يعجب. يعني زوج باش يصفيها الزوجة ديالو بطريقة جد بشعة هنا في نواحي مدينة الدار البيضاء، إقليم مديونة، مشروع الرشاد. يعني فار عليه الله الله محمد رسول الله. يعني هذا زوج قتل الزوجة ديالو بلا رحمة بلا شفقة، وصفها عليها هنا في نواحي مدينة الدار البيضاء إقليم مديونة. يعني مازال الجيران ما ساقوش الخبر ديال الوفاة ديالها، لأنها داوها في حالتها خطيرة وداها أنها عايشة فتوفات في المستعجلات.
دلنا مشاهد الكرام، إن الله وإن إلى راجعون، بقوا معنا باش نزودكم مزيد من التفاصيل حول الجريمة البشعة لذات إقليم مديونة بالضبط في مشروع الرشاد. إلى اللقاء.